سلام أهلا بتونس، مبروك عليك الكوب دافريك، الدوبلي متاع الكوب دافريك هكا يسميوه. هو مالا تونس هذية بطلة إفريقيا في كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الديمقراطية. ستاج لافريك سكرناه سيء، أما يقعد العرق يجبد، باقي كي تحل تشوف حال البلاد وأخبارها يضربك نسيم الليل الإفريقي العليل وتتذكر روحك منين جيت وين عايش. هاو نقرأ لك أخبار الصباح أكهو. الأمن الغذائي مهدد ومحدودية الموارد المائية أكبر إشكال. مليونات الميث على موعد اليوم مع مقاعد الدراسة. مكتسبات التلاميذ تراجعت بشكل مفزع وكلفة الإصلاح ستكون مدمرة. للمرة الثانية على التوالي تونس تفشل في الخروج للأسواق العالمية للاقتراض، والتمويل الداخلي هو البديل. ونزيدك ما هوش بديل، أولا خطره ما يفضهلكش. الاقتراض الداخلي يجيب لك فلوس بالدينار، تنجم لما حالة تتفرهد بها شهيرين تخلص بها طرف شهاري، أما ما تنجمش تخلص بها ديونك الخارجية. وثانيا على خاطر طول عمرنا نعملوا فيه الاقتراض الداخلي وباقي نقصي، مش توا باش نردوه بديل وباش يحللنا مشاكلنا. ولكن في كل الحالات مفضوضة هذه وسهلة زاد. بالنسبة للديون الخارجية طز فيهم، طز في أمريكا، طز في الاتحاد الأوروبي، وطز في صندوق النقد. احنا عندنا مليارات الزليارات من الأموال المنهوبة. سيدنا ربي يحفظه ويحميه وينصره على من يعاديه باش يجيبهم الكل، يخلص الديون ويفرهد الشعب ويشري بالباقي روزاتا وكعك ورقة باش نحتفلوا بالانتصار. بالنسبة للتعليم ومكتسبات التلاميذ مفضوضة زاد، تون قريوهم دستور 59 وسيرة عمر بن الخطاب، وخاصة نقريوهم الفرق بين الشرعية والمشروعية، مهمة ياسر هذيك باش نسلحوهم لمواجهة الحياة وسوق الشغل. أما بالنسبة للأمن الغذائي ومحدودية الموارد المائية فبصراحة يعني هذه مواضيع هامشية، المهم الحفاظ على الدولة التونسية. رام يحبوا يفجروها من داخل مجدي، راهو خطر جاثم. توا الأولوية هي تعديل الدستور، هذايا متاع توا، الباقي كله تفاهات. تفرج بربي هك المغرب كيفاش تتلكش وتلوج هكايا على شنو تتسبب بعد تعدد التصريحات الصادرة عن الرئاسة وتناقضها. هل نتجه إلى نظام مؤقت أم مناورة دستورية؟ الساعة السيدة ذي ظاهر من خطه وما يفرقش بين الشرعية والمشروعية وما يعرف شيء، مش قاري. ثم يا أخي إيش حرق شعيرك أنت؟ نعملوا نظام مؤقت ولا نعدلوا الدستور ولا نعلقوه، أنت شنية مشكلتك؟ الطريق واضحة، وهي الطريق التي خطها الشعب التونسي. امشي ونقص حسك، وإلا فلتلتحق بركب الفاسدين والخونة والعملاء الذين حل فيهم انتقام سيدنا العادل الفاروق المعتصم بدين الله والشعب والتاريخ ودستور 59. وفق الله خطاه وسدد مرماه وعلاه على من عاداه.